بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الغالين، حبايبي الزينين المتابعين، بداية الحديث وياكم. واليوميات حرية. أولا وقبل كل شيء اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، تقولوا آمين. حبايبي الغالين المتابعين، أينما كنتوا تحيدون يوم الغنفات الجديمة اللي قلت لكم أنا ما عق شي مول أصلحه وارد أعيده واستفيد منه، كلامي في مكانه. الحين الشقة الجديدة اللي انتقلت فيها في مكان ما، وين ما ادري، في اللوكيشن ما تطلع في الجو. بعد احنا اخذنا المطبخ وخذنا نسوي المطبخ والمطعم ونسوي عداله، شلو هذا ودو برا الشقه، والشقه كنت نحن قريبين للمطعم، وشوفوا انا كيف ترتبت الشقه ويسوي وعي بني الشعبي. واو شوفوا، تعال قصروا على هالتلفزيون. لا شو هذا، شوفوا ايش قاعد يسوي الغنفات، ايش حقه، انا ما لا حقه ولا هم يحزنون ابو. شوف تيلس كذا تيلس وطالع منك عندنا سعر وياي. أنا ما أحب حق شيء أبداً. أتعيبني لرسات الشعبية، أتعيبني لرساتي الشعبية، أتي أسهني كذا على اليسار والطالعي والتلفزيون والطاولات. شوف الطاولات شكا سويتن، استعان الحي يحييك يا جماعة. بعرف شو سويت بن. هي نعم، هي غنم بعد. عادت وعادت عليها أول حياة فيها. واو هاي مني أنا الشيء المزقلت الشعبية، وهيك هناك بعد غرفة ثانية. حتى دلالي منو؟ المطبخ الغاوي سمير؟ نعم. هي أشقيقة أشقيقة تن. هاي من الترتيب، هاي من التكتيك. سميرو أضغطي على المصورين قم منك. هي ما شاء الله تقول كبت ولا يبك رجيم ولا يبك شيء. أي رجيم يجيبك؟ وين بيجيبك رجيم أبوك؟ وبعد عن الشر وغني له غني له دق له طبل له بعيد انت. لا سار ولا هي، هذا هو واللي ما يعيبك وما على بالك سوي له تشنك 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 تشك اوت، لا تشوفه ولا يشوفك وانت مرتاح. هذا الصح. هي انا احبني هذا الجو. واو
لا إله إلا الله محمد. أزاي إيش حقه محطين أسود أنا وأنت؟ لا لازم في الشقة بعد؟ كل مكان. والله والله. على الوقاية خير من العلاج. شو قصدك؟ لا. قالك أبوي سير بعيد وتعال سالم يا غانم. إيه نعم. شاهي باستكانة وشاهي باستكانة شاهي حري محلى إيه. عدل 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 نعم بوي بعد عن الشر شو قال؟ وغني دق دق له وطبل له ورقص له ايش تقريبا انت؟ واللي ما يعيبك سوي له شو؟ طاف نعم ونحن ماشي على هذا الدرب نعم والحمد لله الحمد لله اصير قالت بعيد تعال سلام وين؟ ما ادري مكانه وين؟ ما اعرف مكانه وين احنا؟ اي مطبخ هذا وين ابوي؟ ما حد يدري صور منك بعد ما ذكر صور